هاي صحيات، هذا مطبخ وهذا الطابق الثاني يصعد. هذا جو حدا مستقل. هنا هاي غرفة، هنا منور خلفي، وهاي الطابق الثاني. راح نصعد نراويكم الطابق الثاني. هاي الصحيات فوق المطبخ، وهنا السطح اللي فوق هاي الغرفة، وهذه غرفة. هنا غرفة ثانية. فوق غرفتين، غرفة داخل غرفة، وفوق هاي الغرفتين هي البيتونة. لا في السطح. السطح وهاي آخر نخلة هو البازل اللي بصف شارع أحمد الوالي، يخرج على شارع أحمد الوالي.